سناء من الدار البيضاء. ليلى سناء صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، مرحبا. مبروك عواشركم. الله يبارك فيك، باش منيتي؟ انا عندك لي شوسون معمرين بالكفته. لي شوسون معمرين بالكفته. معمرين بالكفته. اها. عندك المقادير 500 غرام ديال الفرز. 500 غرام فرز. معلقه زيت. معلقه زيت، نعم. معلقه سنيده. معلقه سنيده. قرصه الملح. ملح. ياغورت مسوس. ياغورت مسوس. معلقه الحليب غبره. معلقه الحليب غبره. معلقه الخميره ديال الدار. معلقه الخميره الدار. والحليب للعجين يكون حليب للعجين. عجين نعجنوا العجين عادي كيف العاده، ونخليو نبلكوها مزيان ونخليوها تخمر. اي جانبا شي ساعه ولا ساعتين. اها. نخليوها تخمر مزيان وندوزو للحشو. اها. ناخذ البصله نشحروها في مقله مع ورقه سيدنا موسى وشويه الزيت. البصله نشحروها في المقله مع ورقه سيدنا موسى وشويه الزيت والملحه والابزار. اها. ونديروا الكبسه وشويه الربيع والعطريه ديال الكبسه. ملح وبزار شويه الربيع العطريه ديال الكبسه. اها. والعطريه ديال الكبسه اللي بغى يدخل فيها الخضر للدراري يدخلها، يقطع طريفات صغار. اها. ونشحر هادشي ونخليوه حتى تبرد الحشو. اها. من بعد نطلقو نجدو ناخدو العجين نعملوه كويرات ونطلقوه بالمدلك. اها. ونخرجو اقراص. اها. ونعملو العجين نعملو على شكل لي شوسون. اها. معروف الطريقة الأخت. معروفة الطريقة لي شوسون. الطريقة لي شوسون ندقو عليهم بالأصبوع ديالنا. ولا بالفرشيطة من الجناب. من أحسن. أحسن الأصبوع نعاودو عليها. الفرشات. وندهنهم الصفار البيض وقهوة سريعة الذوبان ونخليهم واحد نص ساعة 30 دقيقة يخمروا عاوتاني. ندخلهم الفران. هما نعم. هما إما يتقلا كيجيو بحال اللي بيني. اها. هما من الأحسن يدخلوا الفران. نعم. من الأحسن يدخلوا. أنت كتقليهم؟ أنا كنقليهم في الزيت. اها. أنت كيعجبوك مقليين ولا؟ مقليين ونجربتهم في الفران جاوني أحسن. أحسن. الفران أحسن منها كيكونوا صحيين وما كيهزوناش الزيت بزاف وما تلقاهموش. أنا ملي شفتهم في الفران قلت أحسن من الزيت. نعم في الفران كيجيو زوينين. زوينين. باشركم مبروك. الله يبارك فيك لاله، باش منيتي إن شاء الله. الله يعينك بالصحة والسلامة. الجميع يا رب.